أرجع وياك سيد باقر ورح نتحدث بيها عن مسألة رفع النفايات، وأيضا حيدر اتطرق إلى مسألة النفايات أنه اليوم للأسف البلدية اللي ربما ما عندها كوادر ولا تملك الآليات، وبالنهاية بيكون أكو تراكم للنفايات وأيضا أكو اشتراك حتى يتم رفع الأزبال من الشوارع. تفضل سيد باقر. نعم، بالنسبة لموضوع رفع النفايات، النفايات ما يعني موضوع معالجتها صعب بالوقت الحاضر لعدة أسباب. السبب الأول، أولا عدد عمال النظافة بالبلدية عدد قليل جدا. نعم. وحاليا إن شاء الله احنا نعول على درجات عندنا أضيفة درجات عقود للمحافظة 5900 درجة، من ضمنها إن شاء الله مجموعة من عمال النظافة يفيدونا بهذا المجال. طيب بالنسبة للكابسات، عدد الكابسات بالبلدية عدد قليل جدا ومتهالك، تقريبا وغير كم آلية قادر على موجودة؟ نقل كامل النفايات. تقريبا كم آلية موجودة؟ موضوع نقل النفايات، نعم ما يحضرني بصراحة العدد، لأنه ما يحضرني العدد الموجود حاليا، لكنه عدد قليل. نعم. موضوع جمع النفايات، النفايات جمعها يحتاج مواقع، يعني لازم داخل المدينة تجمع به النفايات على مود تنقلها في سيارة أكبر إلى موقع الطمر، لان موقع الطمر بعيد يكون خارج المدينه. اذا يعني احتاج الكابسه تاخذ النفايات الى موقع الطمر وترجع يحتاج وقت، يعني يخلص نص الوقت بيها. فالمفروض اكو مراكز لتجميع النفايات، مركز اذا نجمع به موقع لتجميع النفايات داخل المدينه مخالف لتعليمات البيئه. ضمن التصميم الاساس للمدينه القديمه ما عندنا ساحات يمكن تجميع بها هذه النفايات. سيد باقر، احنا ان شاء الله بالتوسعه الجديده عندنا بالتصميم الاساسي الجديد، لكن بالواقع هذا المواطن راح نضيف هذه مواقع لتجميع هذه النفايات حتى تكون مطابقه للتعليمات البيئيه. يحتاج الى رفع نفايات باي طريقه، بالنهايه يقول لك انا نعم. بيتي يجاوره اكوام من النفايات، دا ادفع فلوس ومع ذلك موجوده النفايات، طيب المواطن شنو يعني بكل هذه الاجراءات، المدينه القديمه او المدينه الجديده؟ احنا ما عندنا حل سريع لاي مشكله اللي نواجهها، انه فقط هي وعود تطلق قبل الانتخابات، بعد الانتخابات تنسي كل هذه الوعود ونرجع الى انه لا. قرارنا وكتابنا وكتابكم، والديوانيه بقت بنفس التراجع الخدمي، ما تقدم لها اي شيء يذكر او اي شيء نشوفه على ارض الواقع يخدم الناس.